أنا اسمي روبا داهود مجيد قعوار، أقطن في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدرس القرآن في مدرسة إيرفينغ الإسلامية، وأيضا قد أسلمت قبل 11 سنة تقريبا. أردني الأصل، والدي كان زارع للكنائس، قسيس لأربع كنائس في الأردن. سنة 2002 إجينا على أمريكا على الولايات المتحدة كهجرة هنا، وبعدها بسنة والدي توفي. أختي روبا، أنت نشأت في أسرة مسيحية متعصبة، كيف استطعت أن تتركي هذه الديانة؟ في الحقيقة أنا لم أكن أفكر أبداً أني أنا أترك المسيحية أبداً. كنت مبسوطة بحياتي، يعني كنت أروح الكنيسة أساعد عمي القسيس اللي كان في أمريكا هون، وأساعد أهلي أيضاً في الكنيسة. وفي يوم من الأيام دخلت روبا في نقاش مع طلبة مسلمين حول القرآن والإنجيل، وكان هذا النقاش هو نقطة التحول لها. طبعاً أنا طبيعتي التحدي، وكنت أريد أن أتحدى هؤلاء الشباب المسلمين لأنه لم يقتنعوا بالكلام اللي أنا كنت أقوله عن الإنجيل وعن الكتاب المقدس، فبدأت أقرأ القرآن، وكانت هاي أول مرة بالنسبة لي أني أنا أقرأ القرآن بتمعن بطريقة موضوعية وبطريقة مفتوحة، أريد أن أجد أخطاء. جاءني هذا الهاجس، قلت يعني وجدت في قوة وقوة كبيرة في هذا القرآن. هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صنع أيدي بشرية، وإنما هو كتاب منزل من الله، لكن لم أكن مقتنعة 100%. ما زلت أقرأ وأقرأ وأقرأ، وكان شيء يشدني دائماً أني أنا أرجع للقرآن وأقرأ، إلى أخيراً وصلت إلى سورة المائدة. ماذا وجدت في سورة المائدة؟ نعم، في أثناء قراءتي طبعاً التقيت بهذه الآية التي كانت هي نقطة التحول عندي. طبعاً أنت قرأتي من البقرة إلى أن وصلت المائدة. نعم، عندما قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وسبحان الله، هذه الآية يعني هزت كياني، لأنها تتحدث عن أهل الكتاب بشكل إيجابي جدا، النصارى. فتابعت في القراءة، يقول الله عز وجل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ها كانت تتكلم عنك، سبحان الله. لما شفت هاي الآية فعلا يعني عيوني انهارت بالدموع، وعرفت إنه هذا هو الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قلت يا رب أنا آمنت فاكتبني مع الشاهدين.